في هذه الحلقة خطورة الزوج العصبي على بيت الزوجية. من بين الآثار راح تكون بالمقابل هي المرأة اللي راح عايشة معاه اللي راح تمص هذاك الغضب نتاعو بطريقة واحدة أخرى تدور عليها كما احنا نقوله بشكل سلبي. وتشاهدون في ركن ماكلتنا بنينة وصحية طبق غني بالفيتامينات للمرأة المرضعة يضر الحليب بكثرة. الوجبات اللي يخلوا الأم المرضعة يكون عندها الحليب والرضيع ديالها يشبع. أنا نقول لكم مام هذه الوصفة مام المرأة كي تكون حامل لازم أيضا تأكل مليح باش الجنين ديالها يتربى الداخل بطنها يتربى مليح والغذاء الصحي كامل يلحق له وتكون يعني كي تأكليها تشبعي أكلة اللي تشبع وصحية صحية. وفي ركن ألو دكتور تشاهدون معنا نصائح من طبيبة الأطفال كيف تسعفين طفلك الرضيع في البيت. راسو يكون توجور حابط على الجسم تاعو نديرو ضربات باش نسيو نخرجو هذاك لو كور ايترونجي دونك دائما نديرو 5 ضربات 5 ترونجي دونك دائما نديرو 5 ضربات 5 طرق بديلة للهواتف النقالة تخلي طفلك يتخلص من إدمان الهاتف. كنا حلو التلفاز اللي فيه إثارة لازم نعطولو حاجة فيها إثارة سواء التلفاز ولا توسكي إكران سواء التلفاز ولا الهاتف نعطولو حاجة إثارة من نفس الدرجة